لم يستطع أي أحد مخالفة إشارات السير هذه المرة، بل العكس هو الذي حصل، فقد خالفت الإشارات القانون إذ أنها أنارت أضواءها الخضراء والبرتقالية والحمراء مرات عدة، وإطارات السيارات بالكاد تقلبت. إنه يوم الجنون بحسب المواطنين الذين علقوا بسياراتهم لساعات طويلة على كل الأوتوسترادات الموصولة بالعاصمة. إن شاء الله يضل البلد عاجي طالما ما في نظام، ما في رأس، ما في نظام، ما في دولة. يعني صار لي ساعتين ثلاثة على الطريق ما بينمشى، لازم يخترعوا شيء يوقفوا سيارات على البسكليت أحلى صار. ليه أنت ما بتطلع على البسكليت؟ أنا عم فكر جدياً، عم فكر. من الحمرة صار شي ساعة بس عادي، تعودنا نورمال يعني، ما في شي جديد. كل ما تشتت الدنيا شوي بصير في عجقة. وين رايحة؟ رايحة على كورنيش المزرعة. قديه بتحسي بدك وقت لتوصلي لهونيك؟ أنا بحس بهالعجقة إنه بدي بعد شي ساعتين ونص. حضرتك شوفير تاكسي مثل ما شايف، كيف قضيت نهارك اليوم؟ النهار ما تحركنا، مزروبين هيك قاعدين مكتفين والله، ما فيك تروح من هون مسكره، تروح من هون مسكره. هلا حلوه عشقه العيد بس مش هالقد. انها من بين الصور التي نشرتها غرفه التحكم المروري على صفحتها على تويتر، صور وحدها تتكلم.